طيب الله أوقاتكم أمة أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً. وأنت منهم؟ وأنا منهم. وأنت منهم؟ وأنا منهم. ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم في بداية هذه الحلقة حول الإجازة الجديدة التي أخذها البرلمان أو النواب لأنفسهم. طبعا البرلمان في العراق عنده يعني 350 قانون وضعها على الرف، ودخل كما يسمى الآن في العراق للسبات التشريعي. أثارت هذه العطلة الجديدة، طبعا هم صار لهم أيام فقط من رجعوا من عطلتهم السابقة، أثارت هذه العطلة الجديدة التي دخلها البرلمان بعد أسبوع واحد فقط على استئناف عملهم، أثار انتقادات سياسية وشعبية واسعة بسبب تأخر الدور التشريعي، بينما لا تزال الهيمنة السياسية تخيم على عمل البرلمان وتشريع القوانين. ما أنهى البرلمان عطلة الفصل التشريعي الأول حتى دخل عطلة جديدة لمدة 9 أيام أخرى، بحجة أنه والله أعياد نوروز ولازم نعطل، إحنا نأخذ 9 أيام. تصادف هذه العطلة هذا الأسبوع أسبوع الحالي. هذه العطل أو ما أطلق عليه من قبل العراقيين باسم فترات السبات، وإحنا نعرف أنه السبات يدخل دببة لمدة 6 أشهر، فيما يفتقر البرلمان طبعا لأي قوانين جاهزة لعرضها عليه للتصويت، وذلك بسبب كما هو معروف الخلافات السياسية. في هذا الصدد أكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية بأن البرلمان لم يستطع الخروج من دائرة الخلافات السياسية، وأوضح بأن أغلب القوانين تخضع للتكييف السياسي قبل طرحها على التصويت، فيما يمرر ما يوافق الأمزجة السياسية كما يقول، ويركن على الرف ما لا يوافقها. لفت المصدر إلى أن البرلمان ينشغل في جلساته بقراءة القانون مرة أو أكثر، والخلافات تدفع باتجاه تعديل أي قانون مطروح أو رفضه، ما ينعكس شللا كما قال بعمله، إذ لا يستطيع تمرير القوانين المهمة إلا بعد عرضها على الإرادة السياسية. اعتبر أن استمرار هذه الحالة يعني بأن البرلمان سيبقى يدور بحلقة مفرغة، وأشار المصدر إلى أن هذه الحال تجري اليوم مع قانون إلغاء مكاتب المفتشين اللي تحدثنا بها في حلقة يوم أمس، والذي نادى البرلمان وهيئة رئاسته بشعارات كبيرة مع تشريعه، لكن الكتل السياسية الكبيرة بدأت بالتراجع عنه بعدما دخل خانة المساومات السياسية والبحث عن مخارج جديدة له. من جهته النائب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط أكد بأن هناك 350 قانون من الدورات السابقة لم تمرر حتى اليوم، وبين خلال تصريح صحفي بأن هذه القوانين ينتظر أن ترسلها الحكومة إلى البرلمان لتتم قراءتها ومناقشتها وتشريعها، إلا أنه لا يوجد أي قانون جاهز للتشريع حاليا. وعد الخربيط النائب الخربيط عطلة البرلمان الجديدة التي تستمر 9 أيام يقول أمرا طبيعيا، واعتبر بأن المشكلة التي يواجهها البرلمان هي عدم توفر قوانين على جدول أعماله لتشريعها. التحايل على القوانين ويعني تتحايل الكتل السياسية على القوانين المهمة ومحاولة إيجاد تكييفات سياسية لها تماشيا مع المصالح والأجندات الخاصة. النائب عن تيار الحكمة تحدث في هذا الصدد وهو جاسم خماط، قال بأن هناك 3 سيناريوهات بشأن قانون إلغاء مكاتب
المفتشين العموميين تم تقديمها من قبل الكتل السياسية. وأوضح خماط في تصريح صحفي بأن السيناريو الأول يذهب باتجاه دمج المكاتب مع الادعاء العام، والثاني هو محاسبة المتورطين بالفساد في تلك المكاتب والإبقاء على الآخرين ليواصلوا عملهم، والسيناريو الثالث أن تلغى المكاتب ويدمج موظفوها مع هيئة النزهة. سياسيون يعدون بأن ارتفاع أيام العطل البرلمانية وعدم تشريع القوانين هو استخفاف بالشعب. عضو تحالف الإصلاح محمد الجنابي قال بأن ما يقوم به البرلمان من الخروج من عطلة ودخول في عطلة جديدة هو بمثابة استخفاف بالشعب العراقي الذي اختاره لينوب عنه. 18% دائما نذكر على هذه النقطة، 18% اللي شاركوا في الانتخابات وبعدين الجماعة رفعوها سووها 45. الجنابي أكد بأن هذه العطل هي فترات لسبات السلطة التشريعية في العراق ولا نعلم إلى متى ستستمر، وشدد على ضرورة أن يكون البرلمان على قدر المسؤولية التي كلفه بها الشعب، وأن يكون له دور بتشريع القوانين التي تحد من الفساد وسرقة أموال الشعب وللقوانين الأخرى التي يحتاجها المواطنون. البرلمان عقد في 9 مارس الحالي أولى جلساته من الفصل التشريعي الثاني بعد عطلة تشريعية زادت عن أكثر من 50 يوم. يعني شوف الجماعة يأخذون إجازة أكثر من 50 يوم، وراء 50 يوم يداوم الأسبوع يأخذ له 9 أيام يقول لك والله عندي هاي العطلة مال أعياد نوروز. زين هو نوروز يوم واحد مثلا، زين احنا كنا نعرف أنه نوروز في إقليم كردستان يأخذون كم يوم الناس تحتفل به، زين أنت شو لك علاقة؟ يعني إذا البرلماني ياكله بالسنة تقريبا بس عطل بالست أشهر، هاي عدد تغيب، وياخذ بهالملايين من الفلوس، وبعدين يقول لك والله أنا جاي أمثل الشعب، لو تلقى مثلا موسم الحج يروح يحج لو يصلي، والله ما أدري. الجماعة كل عقلهم صادقين إنه يعني صلاتهم راح توصل، الله أعلم. مع هذا كل هذه العطل وهذه الاستخفاف بالشعب، ونشوف احنا ما زالت المدن والتقارير الدولية تؤكد بأنه الموصل، يعني اليوم مثلا وكالة بلومبرغ الأمريكية يعني أكدت بأن عدم جدية عادل عبد المهدي والحكومة في إعادة إعمار الموصل دفعت المانحين الدوليين إلى الانسحاب من المساعدة في تقديم الأموال لإعادة العمارة. ماكو جدية، يعني إذا تشوف برلمان ضارب الوضعية بعرض الحائط ما يداوم، برلماني ما يداوم على سلطة تشريعية. نعم أسمع بس دقيقة. والآن هذا البرلمان ما يداوم، الحكومة ما مشكلة، مجتمع دولي ما يثق بهذه الحكومة، فهذه الوكالة تقول أغلب المانحين الدوليين انسحبوا من المساعدة في تقديم الأموال لإعادة إعمار العراق لأن لا يوجد أي جدية. معنا صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للبرلمان العراقي، احنا نعرف والعراقيين كلهم يعرفون انه هو ما اجى عن إرادة الشعب، يعني انتخابات نزيهة ديمقراطية في سبيل رشح ناس كفؤين ونزيهين لتمثيل الشعب بهاي القبة الفاسدة. يعني نعرف احنا 18% من انتخابات الناس راحت، يعني دول كل الموجودين قبة البرلمان تابعين الى كتل واحزاب. شي يقول لهم رئيس الكتلة او رئيس الحزب، هم ينبذونه لا تروح لا تحضر، ارفع ايدك نزل ايدك لا تصوت على ايش قرار، مشوا ايش قرارات طائفية او قرارات مو بمصلحة الشعب. فالبرلمان العراقي شنو فائدته بالنسبة للمجتمع العراقي؟ شنو اللي شرعه يعني يخدم المواطن العراقي البسيط في جنوب العراق ووسط العراق وشمال العراق؟ اي قرار يعني كان يخدم الناس، يعني عوفنا من كل المواضيع اللي مطروحه. البرلمان شنو فائدته للعراقيين؟ اي فائده ما بي. هاي العطل اللي يستخدموه هم يروحون دبي، يروحون لعمان، يروحون لاوروبا، يروحون لبنان، يسوون عمليات تجميل او غيرها، والايران
يعني ما همهم الشعب ولا يهمهم الشعب. الشعب ممزق طائفيا، اقتصاديا، اجتماعيا، تعليميا، خدمات ماكو، الشعب منهار بالكامل. البصرة وما يدور بالبصرة من نقص خدمات. البرلمانيين العراقيين ما يهمهم كل شيء، يهمهم الصفقات ويساومون على هاي الملايين الدولارات اللي ياخذوها صفقات من الوزير الفلاني او الميزانيات اللي تنسرق، ما يهمهم اي شيء، او حتى مثل بس رواتبهم يستلموها والامتيازات ومال الحراسات. اما مصلحه المواطن العراقي والله العظيم اي برلماني عراقي يعني ما يهتم، يعني ناس سراق تابعين الى احزاب وكتل، شو يقول لهم قائد الكتله مالتهم؟ مثلا المالكي جاي يدير وله تاثير بدوله القانون وعنده عده برلمانيين سائرون وغيرها، وهاي التحالفات الفتح والنصر وغيرها هم يديرون البرلمان، 4-5 أشخاص قيادات الأحزاب هم يديرون كل هاي القبة البرلمانية. لا محمد حلبوسي إلا تأثير ولا كل شيء، ولا قادرين أن يشرعون قانون واحد يعني يمكن مثلا يقررون إعطاء مكافأة لكل مواطن من هاي الآبار النفط اللي ما نعرف عداداتها لمن جاي تعد، اللي مفروض بيهم يساعدون المواطن العراقي، يقول لك العيشة والأمور الصعبة المر بيها والتهجير والنازحين والمخيمات وتدمير المناطق على يد الحكومة الطائفية هي وشرطتها الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب الدموي اللي دمر كل المناطق. المفروض البرلمان يقر قرار أعطى رواتب بالفترة هاي السابقة للناس اللي تهجرت وانقتلت، يعني مثل إصدار قانون العفو العام عن الأبرياء، ما حد يطالب عن المجرمين بالمنظمات إرهابية وغيرها وداعش. احنا نطالب على الأبرياء اللي راحوا ضحية من وراء مخبر سري او من وراء صراعات سياسية، اصدار عفو عام في سبيل الناس، يعني تطلع من هاي السجون اللي جاي تصرف عليها ملايين الدولارات وهم نفسهم السياسيين مستفادين من هاي السجون. صدقني ساد، يعني هاي السجون هاي التغذية مالتها والمصاريف وغيرها كلها فلوس، وتيجي على السجين تلقاه يعاني الأمرين الجوع والظلم. العفو العام سيد صباح، هو أغلب اللي موجودين بالسجون الأغلبية وبحسب تقارير حكومية وبشهادة برلمانيين، الأغلبية ناس أبرياء يتم مساومتهم ومساومة أهاليهم، لو تدفع لو ما نرفع أوراقك للقاضي، لو ما تدفع لو تبقى بالسجن. فالعفو العام عن الـ يعني الجماعة المفروض الناس تطالبهم العفو العام عن الأبرياء، وهاي ما صايرة طبعا. يعني العفو يصير عن المقصر عن المسجون، بس الحال بالعراق مختلف. بالعراق مختلف، وصار 16 سنة ما معطين يعني هذا العفو، لأن همين هذا القرار العفو طائفيا، يعني مشوا طائفيا البرلمانيين نفسهم، يقول لك احنا نعطي عفو عام ويطلعون كل السنة الموجودين بالسجون، بس يعطون عفو خاص الجيش المهدي وسرايا السلام وهذول العصابات الدموية اللي كانت تقتل بالشارع بالطائفية بال2006 وغيرها، اكثر من مئات الاشخاص طلعهم هم بعفو خاص لهم. اما بقية الناس الابرياء والله العظيم 80% الموجودين بالسجون هم ابرياء، و20% هم مجرمين وقتل، هذول يقدر يساومون ضباط التحقيق والقضاة وغيرها ويطلعون بفلوسهم. اما 80% ما لهم احد، لا لهم سياسي يدافع عنهم او يقول لك خلينا نقر ونجبر البرلمان ان نقر هذا القرار العفو العام في سبيل ابسط شيء الناس الموجوده بالسجون. هسه اللي برا يمكن يقدر يشتغل ويقدر يعيش، يقدر يشتم هواء نظيف، ياكل قاعد يم اطفاله، بس بالسجن اللي صار له 9 سنوات وعشر سنوات اوراق التحقيقيه ما يرفعوها، كلها طائفية ومسيسة، متقصدين ان اوراقهم تبقى. احنا شنو باعياد نوروز؟ اعياد نوروز الاخوان الاكراد يفرحون بها يوم يومين ثلاثة، عيد وطني لهم وبالعافية عليهم. شنو انتو يا سياسي الشيعة ويا سياسي السنة تاخذون عطل بهيك ايام؟ شنو انتو بهذا الموضوع؟ ليش ما تروحون تحلون ازمة البصرة ومياه البصرة؟ وليش ما تحلون ازمة نهر الكورون من اجى روحاني وكلكم قبلتوا ايد الروحاني؟ ليش ما طرحتوا على روحاني مع الصفقات اللي اخذها والتوقيعات اللي اخذها على شط العرب وعلى التجنيس وعلى غيرها؟ ليش ما طرحتوا نهر الكورون اللي ايران اذتنا به واذية للبصرة؟ يعني اهم منطقة بالعراق هي متأذية من هذا نهر الكورون والملوح اللي جاي تجينا من إيران وغيرها. أشكرك صباح من بغداد، كان معنا اتصال أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه.
السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك يا حاجي؟ حياك الله يا أهلا بك حبيب قلبي. هم البرلمانيين ايش سووا تاخذون عطى مالنا ورد؟ نعم. وباقوا البلد، نهبوا البلد، قتلوا الشعب العراقي وياخذون إجازة العيد نوروز. عيد نوروز مو لهم، هو عيد نوروز هو العيد للكرد، للشعب الكردي. فهم البرلمانيين الشيعة والسنة شلهم بالإجازة، يعني لو ما نقول القومية الكردية اللي بالبرلمان دولة يأخذون إجازة لأن عيدهم. نعم. ف يعني هم ماشي إجازاتهم إجازة مفتوحة وما يسوون شيء للبلد، وكله يأخذون رواتب، يعني رواتب قوية وما أخذون إجازة. إيش إنجزوا هم تأخذون إجازة؟ تعبانين، ما عندهم أي تعب، كله بوق، قتل، سرقة لموال الدولة وموال الشعب، والشعب عايش على مرين. يعني أسوأ دولة بالعالم هي العراق، أسوأ دولة بالعالم بالفساد وبالقانون هي العراق، ما في لا قانون ولا قوة. هي دولة تابعة للولاية الولايات إيران. نعم. ونعم وهم روحاني بيجة قبلوا ودية باسوا ودية وانطوا وقعوا على صفقات الفارح إيران. نعم. ما شط العرب وغيرها وغيرها، ومال الجنسية هذه قاموا يمنحون الجنسية العراقية للي مقيم، وهم تجنسون ديمغرافيا تجنسون الباكستانيين وجنسون الإيرانيين. نعم. مفتاحه هذا قانون الجنسية. نعم. قانون الجنسية منه العراق شبيته الواحد اللاجئ بياخذ جنسية. دولة أمينة، دولة بها رفاهية، دولة يعني شيد هذا الأمر أبو طاها لما البرلمان صار له أكثر من 50 يوم معطل، يداوم أسبوع وراها هم يأخذ له 9 أيام. أنت برأيك هذا شو يدل على تصرف البرلمان؟ هذا يدل على تصرف البرلمان إنهم دولة حرامية ولصوص وقاعدين بس يبوقون وما ينجزون أي شيء. وين إنجاز اللي أكو ناس بالسجون لحد الآن بالسجون، أكو ناس مسجونة صارها 10 سنوات فوق 10 سنوات وهي بريئة وما عدت أي شيء، والمساومة من قبل الضباط يطلعون الناس بفلوس يتدفع دفاتر آلافات الدولارات لتطلع المجرمين والمظلوم يظل وينعدم ولا ماشل ولا شارب لا منها ولا عليها. نعم. هذا إنجاز البرلمانيين السنة ولا الشيعة، وهم على العفو طائف. يعني أعلى السلطة تشريعية لا تحترم القانون ولا تحترم ال نعم ماكو هو قانون الشعب، واللي تدعي بأنها تمثل إرادة الشعب. أنا أشكرك أبو طاها من فنلندا كان معنا. رسالة يقول فيها أبو عمار من السويد، يقول السلام عليكم أستاذ عمر، يقول ليش هو البرلمان من العام 2003 ولغاية الآن صدور قرار من صالح صدر قرار من صالح أو صدر قرار من صالح الشعب العراقي، وجوده أو غير وجوده نفس الشيء، هي إيران مسيطرة على العراق بأكمل عن طريق المرجعيات الفاسدة والحكومات الفاشلة والبرلمانات العاجزة عن إصدار أي قانون من صالح الشعب. سيبقى الوضع كما هو عليه ما دام الشعب يقول شعلية. تحية لقناتكم الموقرة. إذن أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا الجماعه عطلوا ماخذين لهم 9 ايام، واليوم نستذكر طبعا اليوم يوم 19/3 تمر الذكرى 16 لغزو واحتلال العراق. 16 سنه على غزو واحتلال العراق، والوضع كما هو بل زاد سوء، يعني مقارنة من ذاك العام لغاية هذا العام السوء مع الأسف في تدرج في كل مؤشرات وفي كل القياسات العالمية، في التعليم، في الصحة، في الحالة الاجتماعية، في الحالة الاقتصادية، في الحالة السياسية، في الخدمات بشتى أنواعها، كهرباء ومي وغيرها. 16 سنة من الدمار والجماعة ما زالوا يستنزفون ثروات وخيرات العراق وما شبعوا، وما زال خطابهم الطائفي مستمر ومحاصصتهم مستمرة، وفوق كل هذا الجماعة معطلين وقاعدين وماكو دوام ولا أكو أي إنتاج فعلي، إن كان قرارات تنفع المواطن العراقي أو حتى تنفيذ أي مشروع يكون مردودة للمواطن العراقي من قبل الحكومة. معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اهل بيك. اللهم احفظ العراق واهله، اللهم وحد كلمتهم، اللهم الف بين قلوبهم. امين يا رب. استاذ عمر اسمح لي، عندي شغل نداء استنجاد. العراق يستنجد بيكم يا العراقيين. انا شفت حادثه قبل اسبوع، طبعا هذا شويه نفس الشيء، كلها مصيبه مصيبه هاي، على اللي يحكي المدير العام مسؤول المدير العام للجنسيه يقول ماكو سنه ينطيهم جنسيه. يا جماعه الخير، في المديريه العامه مال الحله، يا اهل الحله الكرام يلي يشربون من مي دجله والفرات، يا اهل الغيره، اكو بحرانيين من اصول ايرانيه قاعد يطلعون جناسيب في من ايران، يطلعون جناسي في الحله، وكل نفر ياخذ منا 10 ورقات، واليوم طلع عشرات راح تمر المئات بالحله بالضبط. انت يا مسؤول مديريه الجنسيه العامه اقعد، لو انت تدري ترى الناس قاعد مرعون ومضبوطه ويبيع صح الصدور وقاعدين يطلعون. قبل كانت من كربلاء والنجف والكافية والبصرة، انهم راحوا للحلة. اسمعوا يا عراقيين، نداء، ترى العراق استنجد بيكم يا اهل الخير، يا اهل الطيب، يا الطيبين، يا العراقيين، ترى احنا نبعنا، ترى الجنازة مو تطلع بالعراق، تطلع من العراق تروح، ويجي ياخذ هذا الرجال اللي هو ايراني هندي باكستاني افغاني، اللي مقيمين والبحرينيين اللي مقيمين في ايران قاعد ياخذون جنازي، ويروح يقدم عن طريق السفاره العراقيه في طهران وياخذ جواز، ويجيك الجواز وجنسيه وشهاده جنسيه. هو احنا الجماعه من 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 وراء 2003 جنسوا اعداد كثيره من جماعتهم الايرانيين العجم، واليوم الجواز العراقي ابو علي يحتل ما شاء الله المرتبه الاخيره، ودا نشوف احنا بالمطارات شلون دنعاني معاناه. النوب هسه الجماعه راح يجنسون العجم النوب مره ثانيه، يمكن حتى راح بعد ما حد يعترف بالجواز العراقي من الدول اللي تسمح له بالدخول هاي من. والبارحه ذكرك ابو علاوي، هو نفس سياق كلامك، البارحه نور المالكي شو يقول لمحمد الحكيم وزير الخارجيه؟ يقول له نريد من وزارة الخارجية أن تعكس الصورة المشرقة للعراق. شنو رأيك؟ أستاذ عمر، هو أنا يا جماعة الخير، ألو، أسمعك أبو علاوي، أسمعك. والله 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 أنا أعرف جواد كامل المالكي اللي هو المالكي الآن، نعم. رجل أصل إيراني، ولد أخويا كان في سوريا، أعرفهم أصل إيراني. ومحمد ومحمد علي محمد الحكيم، محمد علي الحكيم هم اصله ايراني، طبطبائي اصفهاني. يا جماعه الخير، تركوا مكيفين البطاقه الوطنيه، ترى راح تصير عثر بين البتران. والله 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 يا جماعه الخير، انا ما يعني لا نكون انانيين، قاعد يطون. شوف
هسه الجعفري اصلا هندي كشميري، علي زندية علي الاديب اللي يسمي نفسه اديب اصلا من قمي، وزير التعليم العالي والبعث العلمي اصلا ايراني، ذولا حكومتنا اصول ايراني اكثر. نعم. حتى الاصول العربيه اللي عندهم ملاء ايران يا معودين انتبهوا، ترى الورق قاعد يلعب بينا طابه، ياخذ له ورقه ورقتين، تعال شوفوا انتم شوفوا ان شاء الله. بس نعم. انا اقول لهم خذوا جنسيه زين. ابو علي انت ابو علي اريد ابو علاوي على العطله مال نوروز الجماعه البرلمان اخذ 9 ايام، انت كنت بايران الظاهر الجماعه اجى الرئيس الايراني حسن روحاني، وتدري انت يعني نوروز احتفالات نوروز في ايران وعند الاكراد، فالظاهر الجماعه يعني شلون يقول احتراما واجلالا للرئيس الايراني حسن روحاني من اجاهم، فراح يعطلون مع ايران. اي طبعا طبعا، بس فد شيء مهم. نعم. استاذ عمر يعني هم هو طبعا بالاصل كردي، نوروز كاك الحداد اللي درسناه قبل. نعم. وكذا هو اصلا كردي، الايرانيين يعرفون قريب الشهر. نعم. الايرانيين طوعوا نوروز وسيزابدار وشارشان بسوري، اكو اسماء انتم تعرفون اللي يعرف فارسي. نعم. اللي عايش بايران يعرف هاي الامور وتمشي. بس انا اقول هو سوى لنا، يعني هم سوى لنا، اخذهم تحت المعيشه 100 مليون احسن اراضي، حمايات لا تعد ولا تحصى، حصانه دبلوماسيه، الجوازات دبلوماسيه وحصانه لهم ولعوائلهم ويمرروا. يعني هو هذا مصب نغمه على العراق، هذا مجلس النواب دمار والله، مثل ما قال احد الاخوه يقول هو ما ينظر، هو هذا البرلماني ما مرشح من قبل الشعب، مرشح من رئيس الكتله، هم سووا لنا من ذاك اليوم الى اليوم. الناس شيتك كل شيء ومدمره بلادنا، والله انا اريد نغير العلم العراقي، الناس شيتك كل شيء والله اريد نشيد الوطني، نشيد جديد. ايه نعم. هو هم الحكومه من 2003 لغايه الان ما نجحوا، لا سووا لهم نشيد ولا سووا لهم علم، اذا هم يريدون يغيرون شلون راح ينجحون بعمليه سياسيه او بان ينهضوا بدوله اذا ما قدروا على نشيد وما قدروا على علم؟ ما يقدرون والله ما يقدرون، احنا مثل قلنا ما له اول ما له تالي استاذ عمر، والله ما يقدرون، ما يعرفون، بوكم بخبال حكيهم بخبال، لان البلد استقوائي، اذا مو انت قوي ما تعيش بيه، وكل يعني ترى ضعيف هذا رئيس الوزراء وتاريخه مسخم وملطم، حتى تاريخ ابوه الله يرحمه هم كان يتلقلق للبريطانيين ويا المراجع، احنا نعرفهم ذولا شو من الناس، يعني ما يسوي، لانه رئيس وزراء اذا ما ينتجي على يعني جماعته او 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 حشد او شيء يصير ضعيف، يصير بس مكيف. نعم. يعني مكيف والله، هو رئيس جمهوريه او رئيس وزراء، وانا اتحدى حتى عادل عبد المهدي كمواطن عراقي محروق قلبي على العراقيين والعراق، اتحدى يقول لابو مهدي المهندس او للعامري او شيخ قد على الخزاعي او مش يسموهم، يقول له على عينك حاجب، او يقول له ليش تسوي، هو عادل عبد المهدي والنواب اللي اجوا يطبقون اجنده ضد العراقيين، والله من يوم صار هذا البرلمان لهذا اليوم بس دمار ومصرف وأذية واستهلاك العراقيين للعراق، وأنا ما أجيب من نفسي. نعم. وأنت شوف يا العراقي، العيب بينا يا العراق، ولك العيب بيك أنت أخوي. نعم. العيب بينا، وتروح حتى 18% من كل ما أنتخبهم. أنا أشكرك. اطلع مظاهرات. نعم. اطلع مظاهرات وتواصل الاجتماع ما حجوا على. نعم. أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. طبعاً نريد نشير إلى موضوع أشار إلى الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الأسدي، أشار إلى أنه في إحدى اللقاءات التلفزيونية في العراق قال بأنه الأمريكان عندهم مطار في داخل مطار بغداد، وقوات التحالف كل قوة من قوات التحالف لها مدرج خاص، وقال أتحدى أي مسؤول عراقي يقدر يدخل إلى هذا المطار في بغداد. المطار يدعى مطار النصر. خلونا نشوف بالله تصريح عدنان الأسدي الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية السابق، نشوف بجزء منه اسمه مطار النصر.
مطار النصر. مطار النصر فيكتوري بقوات التحالف الدولي لكل دولة أكو مهبط. أتحدى أي مسؤول عراقي يقول أروح به. أتحدى أي مسؤول عراقي يقول أدخل إلى مطار النصر وأمشي به وأتمشى به. نعم بلا نعيده زميلنا المخرج نعيد المقطع إذا أمكن. مطار مال بغداد بجزء منه اسمه مطار النصر. مطار النصر. مطار النصر. فيكتوري. بقوات التحالف الدولي لكل دولة أكو مهبط. أتحدى أي مسؤول عراقي يقول أروح به. أتحدى أي مسؤول عراقي يقول أدخل إلى مطار النصر وأمشي به وأتمشى به. السيادة مال الجماعة مطار في داخل مطار بغداد لكل قوة إلها مدرج ويقول هذا عدنان الأسدي معروف الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية السابق يقول أتحدى أي مسؤول يقدر يدخل إلى هذا المطار. تحدي صريح من قبل واحد منهم وشهد شاهد من أهلها والجماعة يحشو لك بالسيادة ويحشو لك كذا. وشفنا روحاني لما أجى قبل كم يوم راح قبل يزور للكاظم لا هم رئيس جمهورية ولا حكومة طبعا لأن مسيطرين مالتهم بلد مالهم والحكومة لهم أتباع فمسيطرين والجماعة يطلع لك السيادة ويطلع لك ذول الميليشيات يقول لك والله الأمريكان إذا ما طلعوا إحنا نطلعهم بالقوة. يعني والله ما أدري أحكي شو أقول. المهم أبو أحمد من الرمادي تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر أحييك وأحيي القناة وأحيي أخوي الله. أبو علي من كربلاء. حياك الله. وأحيي الفرات الأوسط والجنوب. نعم بس نصلي التلفزيون للأخير أبو أحمد الله يخليك ماشي نصلي التلفزيون للأخير عمر ماشي نعم ماشي احنا نريد زلم مثل أخونا أبو علي من الفرات الأوسط والجنوب. احنا بالنسبة لهذه الحكومة السهيم الرئيس الأمريكي من إجا نزل له قاعدة مال البغدادي لو يعترف بيهم ويقول حكومة هاي مصر فيها دوليا شاهد المطار إجا واستقبل الرئيس الجمهورية واستقبلون الوزراء لأنه ما معترف بيهم وعلق عليهم. إجا الرئيس الإيراني رأسا رحبا به وأهلا وسهلا ويتبركون به عباله ولي من أولياء الله هم دمروا العراق ودمروا الشعب العراقي. يعني هاي العجم والفرس ما لهم علاقة بالعرب لأنه احنا عرب احنا نتجه للجامعة العربية ونتجه للأمة العربية. زين أبو أحمد أردسل أبو أحمد أمريكا. نعم أبو أحمد نعم البرلمان احنا موضوعنا اليوم الأساسي كان في بداية الحلقة انه البرلمان كان معطل أكثر من 50 يوم وداوم أسبوع وهسه هم أخذ إجازة ثانية 9 أيام قال لك والله أعياد نوروز وإحنا لازم نعيد ويا شعبنا ماشي. شنو رأيك جماعة مقضيها عطل براس الشعب هم أستاذ عمر غير ما ماكلين هم للشعب العراقي وشعب متسول وياكل من النفايات لو ماكلين هم للشعب العراقي وشوفون خدمات الشعب العراقي شي يريد ما يريد كان اشتغل صحيح. هذول ملتهين بس بنفسهم وجيوبهم وأمالهم خارج العراق ويفرهدهم ويبوقون لو يعرفون بالشعب ويأكلون هم الشعب كان قرم المطاقة التموينية هاي اللي صفروها يقطرون علينا القطر بشرفك. هي هاي حكومة وتقود بلد وهم جاي يعترفون عاف بس يقول لك احنا فشلنا فشلا ذريعا. فهذول المفروض كلهم يتحاسبون كمجرمين حرب لأنه دمروا العراق هسه سجون 10 سنين و15 سنة نايم الناس أبرياء. شو هذول بهاي العالم من راح يحاسبهم يقولوا تعالوا ليش سجلتوا هذا وهذا لأن ما ماكلين هم للشعب العراقي وإحنا نطالب بحكومة إنقاذ وطني تنقذ هذا البلد من هاي المآسي ومن إيران. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. طبعا إحنا أشرنا للتقرير قبل قليل تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. التقرير شو يقول بأن العالم لن يساعد العراق طالما عادل عبد المهدي غير مهتم بمساعدة أبناء بلده كما السكان المحليين فقدوا ثقتهم بحكومة عبد المهدي ويشعرون بتهميشهم من قبلها. يعني ما شفنا أنه البرلمان عقد جلسة قالك عمي تعال دول النازحين خلينا نوضع لهم حال وسوي لنا قرار من حاسب
اللي والله هذا يقول لك والله هذا مشتبه بقرابته أنه إرهابي، يضعون صيغة حل، يضعون صيغة حل لهذه المعاناة، معاناة ملايين النازحين، معاناة ملايين اللي 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 قاعد بالخرابات ومدنهم وبيوتهم واقعة، وأسمع البرلمان بقوطهم وكاشخين الجماعة ورواتبهم الزينة وخلي يحترق الشعب ما لهم علاقة به. معنا اتصال عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله. السلام عليكم، شلونك اخوي عمر؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي بالنسبه لدول البرلمانيين هاي بالنسبه لجائزهم هاي يعني منحة يفتحون، لان تدري هم يتعبون 24 ساعه يقررون ويصدرون ويشرعون، فلازم ياخذونهم استراحه شهر شهرين ثلاثه يعني يعيدون نفسهم شويه. نعم. يعني يعني عبد الله. نعم. زين البرلمان اذا مقضيها براسنا كلها كلها عطل، علاش يدعي انه اعلى سلطه تشريعيه وانه جاي ممثل للشعب وجاي خدمه للشعب؟ انت مسكنه بغداد، شنو القرار اللي سمعته يمكن بفائده للشعب العراقي خلال هاي السنوات اللي راحت؟ نعم. موجود قرارات هوايه. مثل شنو؟ يعني فلشوا ساحه اللقاء، فلشوا الجسور والطرق. انا اقول لك وهذا لا يعني شهاده، لا شالوا الصبات، شالوا صبات الكونكريتيه، هذا اكبر انجاز يعني كان العادل عبد المهدي. اي هذا كان العراقيين ماكل لهم. زين كل الصبات انشالت؟ لو قسم منها؟ لا كلها، قسم من عندها يعني شوي شوي، يقول ان شاء الله على رمضان كلها نشيلها، وبشرى برمضان هم ان شاء الله تصير تنفتح بغداد كلها على بس يشيل الصبات. نص كيلو عدس بعد شو تريدون؟ نص كيلو عدس اضرب بيها. احكي لك سالفه اخوي عمر، والله 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 ولا برلماني شريف وعنده غيره وعنده احساس بالشعب وبالعراقيين، كلهم همهم ترسجي وهم فلوس. نعم. ماكو برلماني راح المهجرين وشافهم بالخيام بالشتاء وطلع على اوضاعهم واخذ له بطانيات وانطاهم. ماكو واحد حتى ابو مجلس محافظه او محافظة. نعم. كله كذب، اعلام، كل من يدور مصلحته. الاسعن المفروض بينا احنا العراقيين شيء واحد بس. نعم. غيره ماكو. ما نظل احنا نطلع نريد مي، نريد كهرباء، نريد تعيينات، نريد فروقات، نريد زياده رواتب تعيين، هذا كله ما يفيد. اذا صحيح العراقيين سباع وزلم وقدها ويريدون يامنون مستقبل اطفالهم واجيال اجيالهم، يطلعون بثوره ضد الحكومه كلها، ولا ما يظلون نطالب تحسين هذا صار لهم. مش قط طلعوا اهل البصره مع احتراماتي لهم، مش قط صار لهم من طلعوا، شنو اللي قدموا؟ منجز واحد ما قدموا لهم اياه. نعم. ليش من واحد يضرب له واحد او يدعم له واحد يموت بالخطا تنقلب عليه يصير دقات عشائريه مدافع ودوشكات. نعم. وهاونات وتنقلب الدنيا؟ ليش من كتله ومن عندهم اكثر من 100 واحد ما حد يتحرك؟ نعم. اي ومن جرى وحاني اللي هي 90% من شيوخ الاحترامات حتى لا احد يزعل. نعم. للجنوب كلها التقت به، كلها التقت به. يعني ابسط شيء السفير الايراني من قرا سوره الفاتحه على الشهداء طلع. يعني المفروض من الشيوخ ما حد يستقبله، بس اخي احنا 70% من الشعب العراقي مع احترامات للزينين والاخوه المتصلين ابو علي وغيره. نعم. شعب منافق دجال يركض وراء الماده، ما مهتم، يعني يقول لك انا ايش علي يعني مستفاد. كل مو التعميم ابو، لا ابو. نعم. استاذي لا انا 70% ما احكي، لا 70%. نعم. لان اغلبيتهم اللي على جماعه الجيش المهدي وعلى جماعه، يعني شفت هذا اللي فرحان بتقبيل عمار الحكيم، وعمار الحكيم شنو هو؟ نعم. يعني شعب تعبان يركضون وراء هذا، عن جماعة عمار الحكيم بصفحة، وجماعة نور المالكة بصفحة، وجماعة الصدر بصفحة، كل من مسوي له كتل على قده بالانتخابات يطلعون يصوتوا له، وهذه هي بس. نعم. أنا أشكرك عبد الله من بغداد كان معنا. طبعا هم في طاري اختصاصات
السلطة التشريعية اللي ما وضعت لها حل، وما جاء في تقرير مفوضية حقوق الإنسان بأن النازحين لن يعودوا إلى مناطقهم ما لم تقم الحكومة بتعويضهم وإنهاء أوضاعهم الصعبة في المخيمات. يعني المفروض البرلمان يعجل من هذه الأمور لو كان هناك برلمان حقيقي بعودة النازحين وب يعني حث الحكومة على صرف مخصصات لإعادة إعمار المدن المدمرة. النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري طالب بتشكيل مجلس أعلى لإعادة إعمار مدينة الموصل يضم مختصين ومهنيين، وقال بأن الأهالي في المحافظة يعانون من الجوع بسبب البطالة التي وصلت نسبتها إلى 90%، كما أن الواقع الخدمي في مدينة الموصل مزري جدا في ظل الإهمال الحكومي، وأكد بأن لا إعمار في نينوى ومواطنوها إما نازحون أو غارقون بمياه الأمطار. العبيدي رئيس تحالف النصر في نينوى خالد العبيدي أكد بأن سبب ما يحدث في الموصل هو الفساد المستشري في المدينة، إلى جانب التأخير في إنجاز إعمار الجسور الأخرى في نينوى. وأوضح العبيدي بأنه إلى جانب تأخير إعمار المدينة هناك فساد مستشري في الموصل تسبب بتأخير إنجاز المشاريع الخدمية والمتعلقة بتأهيل البناء التحتية. النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم بأن وزارة الإعمار مسؤولة عن انهيار الجسور في الموصل، وأكدت النائبة أن كوادر الوزارة كانت مسرعة بتنفيذ مشاريع الجسور على الرغم من الخلل الذي رافق إنشاء الجسور ما تسبب بانهيارها عند هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها نينوى. النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري يعني وصف محافظ نينوى نوفل العاقوب بأنه رجل المال الحرام الأول كما قال في المحافظة. وقال الجبوري بأن لجنة تقصي الحقائق لديها أدلة ثابتة حول تورط العاقوب بالمتاجرة بأراضي مراقد الأنبياء داخل المحافظة ومنحها لأشخاص وجهات مجهولة وغيرها معروفة وغير معروفة مقابل أموال كبيرة تسلمها العاقوب من تلك الجهات. وأضاف الجبوري بأن العاقوب يستعين بابن أخيه في إدارة الصفقات التي يجريها مع مختلف الجهات المشبوهة في المحافظة، وبيّن بأن هناك العديد من الجهات الساندة والداعمة للعاقوب لأسباب كثيرة أولها الأموال. يعني حديث كثير كان من المفترض أنه البرلمان يكون في الصدارة لوضع حلول لهذه المشاكل. هو حتى الموصل ما أعلنها مدينة منكوبة، أكثر من 40,000 قتيل، أكثر من 80% تهدمت المدينة، وما زال مع الأسف وضعها كما هو، والأهالي هم اللي ينتشون الجثث. يعني الحكومة تقدم فد مساعدات بسيطة للمدينة لأبناء بلدها. إذن أعزائي المشاهدين، البرلمان يأخذ عطلة جديدة بعد عطلته اللي دامت أكثر من 50 يوم، وبعدها داوم أسبوع، الآن يأخذ عطلة 9 أيام لأن هناك أعياد نوروز، مع وجود أكثر من 350 ملف على الرفوف لم يوضع لها أي حل في البرلمان. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.